ضاعت الطرقعة طلة، ضاعت باليوم الأسود، شنو وضع القانوني؟ ما عدا 117 يموت من الجوع؟ لو سقطون هوياتهم تسحبون جناسيهم وتشوفون لهم دولة وتذبونهم بيها، إيش راح تقولون الرب العالمين يوم القيامة على هذا؟ عند المناشدة الثانية نعمة خلف من صلاح الدين، نعمة اللهم تبقى نورا تضيء العراق يا نجم الربيع، حي الله نجم حجم الربيع، يقول أنت من بعد الله سبحانه وتعالى، أنت والمظلومين هسه، أنت أبو الغيرة، أنا عمري 70 سنة، إذا بإمكانك تساعدني عندي عائلة كبيرة وأطلب منك مساعدة خاصة لوجه الله سبحانه وتعالى على معاملة التقاعد وجزاك الله خير. خويا نعمل شونك؟ الله يحزك يبارك بك استاذ. نعم. ايش بيها معاملة التقاعد مالتك نعمة؟ والله معاملة التقاعد استاذ صار لها من 2008 واركض وراهم واري عمر 70 سنة، هسه عن هم قرروا قانون التقاعد 63 وينطونه. يا انا 70 سنة وعندي خدمة 33 سنة. انت ليش واقفة معاملتك يا نعمة؟ والله يعرفون والله. خويا ليش واقفة معاملتك من 2008؟ شنو النقص اللي عندك في المعاملة؟ استاذ يريدون قرار 117 وانا مناشدك هذا الثالث مرة لانه ما عندي غيرك. ماكو لازم تجيب قرار 117، قرار 117 هو الاولية حكينا بيه احنا هواي. والله يا استاذ قرار 117 لازم عندي اوليات وكامله هسه يا نعمه يعرفون ايش وقت حلوه يعني هالحكي هذا هسه يعني. انا والله تعبت من قرار 117 وحكينا وناشدنا بقضيه 117 ذولا اللي ماتهم 117 يا رئيس هيئه المحاربين. نعم. يا مدير التقاعد العسكري، يا مكتب القائد العام للقوات المسلحه، ذولا ايش تعتبروهم؟ قاعدين ايجار بالوطن؟ قاعدين قوة على الوطن؟ حطوهم توصيف. ما عدا 117 هسه واحد ضاعت هويته، واحد ضاعت مستمسكاته. شنو الحل؟ لو سقطون هوياتهم تسحبون جناسيهم وتشوفون لهم دولة وتذبونهم بيها، لو تسوي لهم شرك مخيم وتعزلونهم لأنه ما بيش يعيش عمره 63 سنة وعده خدمه وما عده مستمسك وتردون 117. يا سيد وزير الدفاع، يا سياده القائد العام، هذه شريحه كبيره اولياتها ضاعت، هسه ضاعت بالارهاب، ضاعت بطرقعه طله، ضاعت باليوم الاسود، شنو وضع القانوني؟ ما عده 117 يموت من الجوع؟ اذا مات من الجوع وبعهد الوزير وبعهد القائد وبعهد ابو التقاعد، ايش راح تقولون الرب العالمين يوم القيامه على هذا؟ شو تقولوا له؟